رسالتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بداية السلام عليك يا رسول الله. نعم نعم يا سيدي يا رسول الله، رحلت عنا يا حبيب قلوبنا من هذه الدنيا، وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء. نعم يا سيدي يا رسول الله، ها نحن اليوم أصبحنا في زمن المعروف منكر والمنكر معروف. ها أنا يا سيدي يا رسول الله من بلد الأنصار، موطن الإيمان والحكمة، يمن الفاتحين، أبعث إليك هذه الرسالة. إنا نعاني من جاهلية هي أشد وأمر من الجاهلية الأولى، جاهلية أصبحت العبادات طقوسا خاوية خالية من معناها الحقيقي، جاهلية قتل النفس المحرمة، فقد قتلت الطفولة ووئدت البراءة، جاهلية عصبية عمياء، جاهلية التسابق إلى أعدائنا اليهود والنصارى، جاهلية التخلي عن الأخوة والنصرة للمظلومين، جاهلية التعري والفساد والانحراف. وما نحن عليه اليوم من ظلم وتخبط وضلال ما هو إلا بتقصيرنا وتفريطنا وتخلينا عن مصدر عزتنا القرآن الكريم. وقد قلت يا سيدي يا رسول الله شاكيا لربك، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا في تلاوته، مهجورا في تدبره، مهجورا في العمل به، مهجورا في التحرك به. وقد أرشدت الأمة بقولك: لقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به، لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة، فجزاك الله عنا أفضل جزاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.